هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. تبغى سيارة عائلية ب7 ركاب بس ما تبغاها مرتفعة ومملة؟ أتوقع الخيار الصحيح لك بيجو 5008، سيارة عائلية بطابع شبابي فريد من نوعها. راح تنسى نفسك إنك راكب سيارة عائلية، لأن تشعرك بالمتعة في القيادة وتغرمك بجمالها الأخاد دون أن تشعر بالملل في قيادتها. صاحبة المفاجآت، لأنك ما راح تحس بكلامي إلا لما تجربها. وترى تقدر تجرب قيادتها من أقرب فرع للمجدوعي، الوكيل الحصري لعلامة بيجو في المملكة. وكضمان للسيارة 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيما يأتي أولا. وبالنسبة للأسعار، فئة الستاندر 109,250 ريال، وفئة النص فل 128,225 ريال، وفئة الفول جي تي لاين ب 146,395 ريال، نفس اللي معنا. طبعا الأسعار شاملة ضريبة 15%. وكأبعاد الطول 4641 ملم، العرض 1844 ملم، الارتفاع 1651 ملم. سعة الشنطة الخلفية إذا كل المقاعد موجودة 166 لتر، إذا شلت الصف الثالث يصير 952 لتر، وإذا شلت الصف الثاني كمان بيصير 2042 لتر. بالنسبة للمحرك، أول شيء غطاء المحرك في عازل، الغطاء تفتح بشكل يدوي عن طريق العصا. طيب المحرك اللي عندنا 4 سلندر 1.6، طبعا توربو، يولد 165 حصان، والعزم 240 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات سحب أمامي. طيب بداية نبدأ من الواجهة الأمامية. لو تلاحظون ما شاء الله تبارك الله عندنا الإشارات الإي دي تسلسلي، سواء حطيت يمين أو يسار أو شغلت الفلاشرات بالطريقة هذه. وهنا الليد النهاري، وأيضا عندنا عدستين الإي دي فول الإي دي، العدستين كلها تشتغل عالي. و طيب عندنا الكشاف ايضا الاي دي، ونفس الوقت ايش عندنا، اللهم صل وسلم، حساسات جانبيه واماميه، عندنا 6 حساسات. وهنا الرادار زي ما انتم شايفين، طبعا هنا كاميرا اماميه من اصل كاميرتين، بس السياره فيها طريقه برمجيه حيث انك تشوف الرؤيه محيطيه. نفس الوقت الشبك زي ما انتم شايفين مطعم بالكروم، وهنا علامه بيجو المعروف. ونجي للجانب، عندنا الجنوط قياس 18 انش وجاية مكحلة زي ما انتم شايفين، والكفرات من شركة كونتيننتال. هنا لوجو جي تي لاين، وعندنا هنا بيانو بلاك مع خط كروم، وايضا خط كروم ممتد الى نهاية السيارة بالطريقة هذه. المراية جاية باللون الاسود، وايضا في ايش، اشارة الاي دي، ونفس المراية فيها النقط العمياء. وهنا عندنا كاميرا لمراقبة الطريق والمسار، وأيضا لقراءة لوحات الطريق. وهنا فتحة سقف البانورامية زي ما انتم شايفين، جاية إلين هنا البانوراما، بعدين الباقي سقف أسود، والمسكات هذه لتثبيت الأمتعة. بعدين عندنا خط كروم أسفل الأبواب، ونفس الوقت القطع البلاستيكية هذه وظيفتها حماية البدي من الوحل والطين إلى آخره. الدخول الذكي للأبواب الأمامية، طريقة الفتح كالتالي، زي كذا تفتح والمراية تفتح معك بشكل آلي، وتقفل باللمس بالطريقة هذه، والمراية تتقفل بشكل آلي. طبعا مقابض الأبواب بلون السيارة، وأحلى شيء إنه غطى أو غطى تانك البنزين جهة إيش، اليمين، عشان ما تمسك سرة. طبعا الغطاء ما راح يفتح الا ايش، لو فتحت اللوك. شو الاخ فتح لنا الابواب، الان قدرنا نفتح الغطاء. نجي للخلف، عندنا حساسات خلفية عددهم 6 برضو، جانبية وخلفية. وهنا شعار جي تي لاين. طبعا الاضاءات هنا الاي دي، الاشارات والريوس هلوجيني. طبعا عندنا هنا جناح باللون الاسود، وايضا اضاءة LED الفرملة، ونفس الوقت هنا بالاسفل عندنا كاميرا خلفية مع اضاءات اللوحة باللون الاصفر. طيب عندنا الشكمانات هذه وهمية، لكن الشكمان الحقيقي هنا زي ما تشوفين، شكمان واحد، وهنا السبير كفر صغير.
بالنسبة للشنطة عندنا ثلاث طرقات للفتح، نقدر نفتح بشكل يدوي ضغطة زر وتفتح كهربائيا، أو عن طريق الريموت برضو تفتح كهربائيا وتقدر تقفل برضو كهربائيا سواء عن طريق اليد أو عن طريق الريموت. لكن الحركة الثالثة اللي هي حركة الرجل، الله يكرمكم، تجون كذا بالطريقة هذه وتمررون بالطريقة هذه زي ما انتم شايفين فتح هذا الشنطة. طبعا من هنا تقفل الشنطة تفتح الشنطة سير هذا، انت كذا لغيت ميزة الأرجل الله يكرمكم، وكذا شغلنا الميزة من جديد. طبعا هنا بلاستيك كله بالكامل، المنطقة هذه تبع مثلث الطوارئ. هنا عندنا الصف الثالث، لو نصفط الصف الثالث بالطريقة هذه، ونفس الوقت تقدر تشيل المقاعد هذه تخرجها نهائيا برا. طبعا هنا في منطقة تخزين، وهنا حافظات الأكواب، وهنا أيضا منطقة تخزين، هنا وهنا، وهنا في إضاءة LED باللون الأبيض، هنا منطقة تخزين، هنا منفذ 12 فولت. طيب وإذا بنقفل برضو نفس الحركة، طبعا هنا اسم السيارة 5008 الوكيل المجدوعي، هنا بيجو. طيب نيجي للخلف، أول شيء طيب عندنا ستارة خلفية، طبعا هنا بلاستيك تقريبا، هنا زي مخمل كروم بلاستيك جلد مع تطريز بلاستيك، حافظات الأكواب، النوافذ الأربع كلها أوتو كروم، سماعة من شركة فوكال. هذه المساحة الداخلية زي ما تشايفين ثلاث مراتب منفصلة، وتقدر تتحكم كل مرتبة على حدة. طبعا هنا الإضاءة زي ما تشايفين LED، طبعا السقف جاي باللون الأسود. طبعا بالفلوق صورت لكم في المساء كيف انه في اضاءات هنا في البانوراما. طبعا هنا عندنا طاولات للمقعد اللي هنا واللي هناك، وايضا عندنا تكييف خلفي دفع الهواء من هنا تزود تنقص، وبعدين عندنا هنا فيش 220. طبعا المقاعد ملبسة بجلود النابة، ونفس الوقت عندنا هنا في حركة هنا زي منطقة تخزين، ممكن تخزن أشياء هنا برضو، هنا فيه زي الجيب. طيب نجي لجهة الراكب قبل ما ننتقل لجهة السائق، نفس التفاصيل، حلو ما في أي إضافات. المقاعد الأمامية فيها مساج وتسخين فقط، نفس الوقت جهة الراكب تحكم يدوي، وجهة السائق تحكم كهربائي. تصميم المقاعد بالطريقة هذه. طبعا في إضاءات أيضا هنا عند الأرجل الله يكرمكم، درج ملبس بالقطيف، وأيضا في إضاءة LED. طبعا هنا تفتحون الإرباك تقفلون الإرباك لو حابين. الحركة هذه موجودة في السيارات بيجو من زمان. الطبلون هنا رابر مع تطريز خياطة، هنا مخمل كروم، طبعا في إضاءة محيطية هنا، هنا شماسة مع مراية، طبعا الإضاءة باللون الأصفر. طيب نجي الآن جهة السائق، طبعا هنا تأمين النوافذ الخلفية، النوافذ الأربع كلها أوتو، هنا التحكم بالمرايات. شوفوا في حركة جميلة هنا، حاطين قطيف عشان عدم إصدار الضجيج وأصوات الأغراض اللي نحطها هنا. طبعا هذه القطعة اللي المسند الوسطي ليش شلتها أوريكم الآن. طيب هنا على عتبة الباب زي ما انتم شايفين، على عتبة الباب في قطع ألمنيوم ومنحوت فيها كلمة بيجوت، زي ما انتم شايفين فيه وسادة للظهر، وأيضا في دعامات للراكب والسائق، هذا شيء جميل. هنا تخزين المراتب، هنا المساج، هنا التحكم كهربائيا بالمقعدة جهة السائق.
طبعا تفتحون الكبوت من هنا، شكل الدواسات بالشكل هذا، منطقة التخزين، فتح الشنطة من هنا بشكل كهربائي، هنا تأمين الأبواب الخلفية. الجو حر جدا. طيب نجي الآن للدركسون. طبعا الدركسون مكسو بالجلد ومطرز بالخياطة بلونين أسود وذهبي للدلالة على الجي تي لاين. هنا لوجو جي تي لاين، صوت البوري. هنا بيانو بلاك. على يمين الدركسون عندنا رد ورفض المكالمات، حلوين. هنا عندنا زي الميديا، تغير الميديا زي ما شايفين، تختار ايش تبغى. بعدين عندنا هنا القائمة، مجرد ما تضغط مثلا انت مشغل اغاني تظهر لك القوائم، ومن هنا تتنقل بالمسارات، حلو. هنا عندنا على يسار هنا شوفوا اغير ايش الثيمات الموجودة هنا في الشاشة الوسطية. طبعا الشاشة هذه قياسها 12.3 انش، وفيها معلومات كثيرة جدا. من هنا اقفل الاضاءة اللي تحت، حلو، والزر اللي هنا اشوف كم باقي على الصيانة، والضغطة الثانية اذا في اي خلل شيء زي كذا، لا يوجد اي اعطال، وخلاص هذه وظيفة الزر اللي هنا. باقي الاشياء كله تتحكم من هنا، تمام. فالان عندنا القائمة هذه زي ما تشايفين، الخريطة في المنتصف، النافيجيشن، وبعدين عندنا هنا شخصي. طبعا الشخصي كيف تتحكموا فيها؟ من وين؟ من الشاشة هذه. طبعا اغلب اعدادات السيارة من الشاشة هذه اللي هي بقياس 8 انش، تدعم ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، ونفس الوقت كل اعدادات السيارة نسبة 90% من الشاشة هذه، برجع لها بعد شوية. هنا الاوامر الصوتية، هنا تزود وتنقص الصوت، حلو. بالنسبة ل شو اسمه مبدل السرعات، شوفوا كيف جاية، شوفوا مفصولة عن ايش؟ الدركسون. هنا الزايد وهنا الناقص، حلو. طيب نجي لمثبت السرعة. شايفين مثبت السرعة هذا؟ بشرح لكم كالتالي. الان لما تحطوا على فوق كذا، حلو، تشغلون كذا ايش؟ محدد السرعة. يعني مثلا انت ما تبغى تمشي اكثر من 100، خلاص اكثر من 100 لما تدعس السيارة ما حتدعس اكثر من 100، الا اذا ايش دعس بقوة، وقتها حتستجيب معك لتفادي اي حوادث لا سمح الله. طيب نيجي لحط كذا في النص، كذا الغيت لا في مثبت سرعة ولا محدد سرعة، لكن لو نيجي نحط اخر شيء تحت كذا شغلت انت مثبت السرعة الذكي اللي هو الرادار. طيب اوكي، كيف نختار سرعة معينة؟ طيب مثلا انا ماشي 100 ابى اثبت، في زرين هنا ورا، شوفوا هنا في زرين، اضغط اي واحد فيهم، هنا الزايد هنا الناقص، تمام. ففرضا ضغطنا كذا زايد، خلاص ثبت السرعة. طيب تبي تكنسل السرعة، بس تبغى السرعة هذه تكون محفوظة، تضغط الضغطة هذه، حلو. طيب تبي ترجع السرعة الماضي، برضو تضغط الضغطة هذه، حلوين. بعدين عندنا الزرين اللي فوق، حلو. كيف الان هنا حطينا كروز اللي هو مثبت السرعة الذكي. طيب نبي نحدد، عندنا ثلاث مستويات، حلو، شوفوا المستوى القريبة، وبعدين عندنا بعيدة، عادية، قريبة، عن طريق الزر هذا تتحكمون ايش بالمسافة اللي بينك وبين السيارة. طيب حلو، اللي هنا، اللي هنا مثلا شايفين الدائرة هذه، مثلا هنا مكتوب السرعة انه سرعة الخط 120، فانت فرض ماشي 20 30 40، المهم تعلق على الزر ده، تعلق كذا على الزر هذا، خلاص السيارة النظام راح يتفاعل، النظام راح يتفاعل مع السرعة الموجودة اللي هنا تلقائيا. فأتمنى شرحت لكم المثبت هذا، هي شغلة تعود، لما تتعود على هالمثبت خلاص بيصير سهل جدا. طيب بعدين عندنا هنا على اليمين التحكم بالمساحات، ونفس الوقت طبعا زي ما تشايفين في اوتو، يعني في حساس للمطر او مستشعر المطر. بعدين هنا شايفين الزر هذا، الزر هذا تتحكمون ايش بالقراءات الموجودة هنا، شوفوا تطلع للقراءات، يعني الان
بنزينه موجود قديش امشي، وبعدين هنا المسار من يوم ما عبيت بنزين، اشياء كثيره معلومات الاستهلاك يعني هنا. حلو. اما الجهه هذه هنا التحكم بالاضاءات وفيها اوتو ايضا ونفس الوقت للبدء قلع الامر بعد الرنين تقريبا زي الاوامر الصوتيه برضو من هنا. طيب خلصنا من الدركسون وكل شيء، فتحه التكييف بالشكل هذا. حلو. طيب الشاشه هذه ارجع لاخر شيء لانه فيها كل الاعدادات. طيب هنا عندنا الاختصارات، هنا عندنا الميديا، التحكم بالتكييف. شوف اول ما تضغطوا تطلع لكم كل الاشياء هنا، هنا تتحكموا بالتكييف بشكل كامل. حلو. وبعدين هنا النافيجيشن، طبعا ما شاء الله الخريطه حقها. طيب هنا عندنا السياره، اول ما تضغطوا تطلع لكم اعدادات السياره. طبعا السياره فيها الركن التلقائي، ان شاء الله حنجربها. طيب الان بنشغل الركن التلقائي. اول شيء نضغط على علامه السياره تطلع لنا القائمه هذه، نضغط هنا نختار كيف نبي نوقف السياره. مثلا انا اختار كذا. حلو. الان اختيار الجهه، اضيء مصباح، تغيير الاتجاه. طيب حطيت مثلا يمين، خلاص امشي امشي امشي، السياره تبحث عن موقف. كذا امشي على مهل يعني ما ابتعد كثير لين السياره تلاقي لي موقف. اوكي. طيب الان السياره ايش لقت موقف صف ممكن تقدم. طيب اوكي حلو، يقول تقدم. طبعا ما ضغط ولا شيء. اوكي الان الصف ممكن تراجع واترك المقود، نحط على الريوس. حلو. شوف المرايات نزلت، انا ايش هتحكم بالفرامل، انا اللي راح اتحكم بالفرامل، فبس الدركسون من حاله قاعد يلف من حاله. حلو زي ما انتم شايفين. شوفوا الكاميرا من حالها اعطتنا رؤية انه خلاص، فلازم انت تكون منتبه. فاتمنى قدرت اوضح لكم الطريقة وطريقة عمل النظام هذا. هنا عندنا المكالمات، تمام. اذا كنت شابك على الابل كاربلاي بتطلع لكم الصفحة هذه، واذا عن طريق البلوتوث بتطلع لكم صفحة ثانية. هنا التطبيقات، سواء تطبيقات خاصة بشركة بيجو، ميرور لينك، اندرويد اوتو، وابل كاربلاي. ميرور لينك تعكس شاشة جوالك على الشاشة هذه. وبالنسبة للكاميرا الخلفية، كذا شكل الكاميرا الخلفية. طبعا هي كاميرا امامية وخلفية، بس تشوف رؤية 360 درجة انت عن طريق البرمجة ومزوينها. ومن هنا تقدر انت رؤية مبكرة 180 درجة، رؤية عادية، او النمط التلقائي. كذا الكاميرات تشتغل تلقائيا على حسب الحاجة. هنا الفليشر، تمام. وبعدين عندنا هنا تسخين المراتب الامامية، تأمين الابواب، هنا مانع الضباب، الزجاج الخلفي، الزجاج الامامي، وتسخين. وهنا تقفل الصوت وتشغل الصوت وترفع وتنزل. تحت هنا عندنا 12 فولت، مدخل USB، ومنفذ، وايضا شاحن لاسلكي. وبعدين هنا عندنا وضعيه القياده، فلو تشوفون وضعيه القياده، نمط الحركه، هنا الثلوج، هنا الوحل، هنا الرمال، وهنا شو اسمه فصل مانع الانزلاق، وهنا القياده العاديه. طبعا هنا زر التشغيل، الجير بالشكل هذا. طيب طريقة التعشيك كيف؟ الآن كذا لازم نضغط الزر هذا، كذا حطينا على الدي، نبغى ان ضغط على فوق، ار لازم تضغط الزر هذا وعلى فوق، وإذا تبي تحط على بي تضغط كذا، وإذا تبي تحول على الجير العادي هنا ام، وبعدين تبدأ تشتغل من الشفترز.
هنا بيانو بلاك كروم، وهنا البريك الالكتروني، هنا وضعية السبورت. شوفوا اول ما نحط السبورت طبعا نعلق كذا بيتغير الثيم زي ما انتم شايفين يصير احمر. طيب هنا حافظات الاكواب. الان اقول لكم انا ليش شلت القطعة اللي هنا، شوفوا ايش في هنا، مو ثلاجة بس تبريد، يعني شوف الموية هذه باردة، تعرف ايش معنى باردة؟ في اضاءة LED. طبعا هنا المراية الوسطية تحتيم تلقائي، وهنا يعني مثلا اذا في اي راكب هنا 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 بيولع اللمبة هذه عشان تربط الحزام. طبعا الاضاءات LED بالطريقة هذه، وهنا الاضاءات مع الابواب او على طول كذا، وهنا فتحة سقف البانورامية. اول شيء اوريكم الشماسة زي ما شفتوا باللون الاصفر الاضاءة. مسكات الايدي لجميع الركاب. الان نفتح البانوراما، من الشمس حارقة جدا جدا جدا، شوفوا الين الصف الثاني الفتحة البانورامية. طيب ونفتح الفتحة، يا ساتر على الحرارة، ونقفل كله مع بعض بالطريقة هذه. اذا الفتحة مفتوحة الستار توقف لين هنا، ولازم اضغط على البانوراما عشان وبعدين اكمل بالطريقة هذه على الدفعات. طيب الان نجي للشاشة هذه، اوكي ركزوا معايا. هنا الخيارات، البلوتوث، إدارة عميل الوصول، مشاركة شبكة، اتصال بشبكة واي فاي، السيارة فيها واي فاي. خليني أعطيكم أهم الأشياء هنا، شوف الصفحات هنا فارغة، هنا البيانات والواي فاي. نيجي هنا الإعدادات. طيب هنا السائقين، عندك 1 2 3، حلو. عندنا هنا المواضيع. طيب بعدين هنا الاعدادات السمعية، هنا تزبط ضخم والاشياء هذه كلها على حسب مودك. طبعا السيارة فيها نظام صوتي بعشر سماعات من شركة فوكل. طيب بعدين هنا عندنا توزيع الصوت، حلو. وهنا الصوت تبقى قوي، هنا جميع الاصوات. طيب اوكي، بعدين عندنا نقفل الشاشة أو نفتح الشاشة. أهم شيء، أحلى شيء في الشاشة هذه، مهما تلعب في الشاشة هنا في معلومات أساسية فوق تكون ظاهرة. شوف درجة الحرارة 46 وقاعد أصور لكم. طيب نجي هنا للخيارات، هنا الكلام الصح، هنا نضبط الساعة، تمام، كل الأشياء الخاصة بالساعة، اليوم الشهر السنة. طيب أوكي، هنا نضبط الساعة، طيب اوكي ما علينا منه. بعدين عندنا هنا اللغة، بعدين عندنا ادارة النظام، المسافة والاستهلاك، تبغى باي طريقة، هنا تبغى تسوي اعادة ضبط المصنع، معلومات النظام. اوكي بعدين عندنا اعدادات ملفات التعريف، هنا تبغى تحط اسم ايش، لو ابغى اعطي سيارتي لاي احد اسوي له سائق ثاني وخلاص، عشان ما يقعد يلعب باعداداتي. خلاص كذا بنحفظ الاعدادات للمقعدة، للنظام الصوتي، لكل شيء. هنا اضفاء طابع شخصي، ايوه هنا. كيف انا اقول لكم الان، شوفوا ركزوا معايا، شخصي، حلو. طيب ايش عندنا؟ معلومات الاستهلاك على اليمين، وهنا عندنا حق الرادار، صح ولا لا؟ طيب شوفوا هنا الرادار هنا. طيب ابغى اغير، ابغى الشيء هذا على اليمين، وبعدين ابغى الشيء هذا، لا مثلا نحط الامتار، درجة حرارة الزيت على اليسار. شوفوا تغيرت الاشياء الموجودة هنا. فانا احب اكثر شيء ايوه هذا وهذا، هذا احسن شيء. شوفوا كيف زي كذا. وبعدين عندنا هنا اعدادات الشاشة، طبعا هنا السطوع تقدر تتحكم. طب هذه اهم الاعدادات اللي ايش نتحكم عن طريق الشاشة، حلوين. طبعا هنا مجرد ما تضغط على طول التكييف،
مجرد ما تضغط من هنا كمان تطلع لكم. طيب عندنا غير كذا هنا السيارة ايش الانظمة الموجودة عندنا هنا؟ طبعا انظمة امان بارك اسيست، تمام، يوريك كيف الطريقة، يعني كيف حتركن سيارتك، تريوس بعدين يختار موقف ومن ذا الكلام. حلو، حنجرب بعد شو ان شاء الله. بعدين عندنا هنا نظام مساعدة بصرية على الصف، كيف الطريقة، شوف كيف يعرض مناظر كاميرا صف السيارة او منظر السيارة من فوق لمساعدتك، اللي هي الرؤية 360، مع انه بس كاميرا امامية وخلفية فقط. حلو، وتقدر تقفل وتشغل مساعدة البقاء في المسار، هذا الحفاظ على المسار، تقدر تقفل وتشغل هنا على طول يشرح لكم اذا انتم انتوا فاهمين المميزات هذه. حلو، المساعدة على الصف اللي هي الحساسات، يكشف عن العوائق القريبة من السيارة لمساعدة في القيام بالصف بكل امان. حلو، وبعدين ايش كمان عندنا، مراقبة الزاوية المحجوبة اللي هي النقطة الامية اللي على المرايات، اعادة ضبط انخفاض الاطارات، يعني لا سمح الله في كفر بنشر عندكم بعد ما تعبوا الهواء لازم تيجي هنا وتسووا كذا وتسوي نعم عشان يصير اعادة ضبط. بعدين خلاص، طيب اوكي، هنا اعدادات السيارة، عندنا السلامة، في السلامة عندنا Active Safety Brake. حلو، نقدر نسوي اعدادات هنا، مثلا في سيارة قدامك الفرملة الطارئة تبغاها تكون قريبة ولا بعيدة ولا عادية ولا بعيدة، يعني السيارة تبغاها تفرمل لما تقرب مرة ولا لما تكون في النص ولا لما تكون بعيد. انا حط مره قريبه يعني لانها تكون مزعجه، مجرد ما تقرب من السيارة تقعد تفرمل زي كذا تكون مزعجه الحركه هذه. عرض السرعه الموصى بها حتطلع لك هنا، طبعا احيانا اللوحه هذه تكون خاطئه فلازم تنتبهوا للوحه الطريق. بعدين انذار لتنبيه السائق، هنا ايش عندنا، ينذر السائق في حال الكشف عن عدم انتباه، يعني لو حس انك مترنح في القيادة، اللي هي علامة القهوة اللي تطلع لكم. طيب بعدين عندنا الدخول الى السيارة، هنا فتح القفل اثناء انك تحط على البي ولا اشياء زي كذا يعني. طيب هنا عندنا الراحة، طيب في الراحة عندنا تنشيط مساحة الزجاج الخلفي عند التراجع، تكييف المراية العاكس عند التراجع، الاضاءات الغامرة، كيف هذه الإضاءات الغامرة، ضبط شدة الإضاءات المحيطية، ها الإضاءات المحيطية الموجودة هنا. طيب بعدين عندنا هنا المصابيح، الإضاءات المواكبة، هنا الإضاءة يعني 30 ثانية بعدين تطفي الإضاءات تلقائيا بعد ما تقفل السيارة. هنا بعدين هنا عندنا إضاءة الاستقبال برضو، كم يعني اول ما تفتح الابواب او بالريموت مثلا الى اي كان، كم المدة، 60 ثانية مثلا. هنا المناوير الاتجاهية، ايش هي المناوير الاتجاهية، هذه الاضاءات الجانبية لما تلف الدركسون يمين في اضاءة يمين تشتغل اضافية، يسموها لمبة الرصيف شيء زي كذا. تقريبا هذه هي اهم الاعدادات، والان بوريكم هنا الثيمات الموجودة. طبعا تكييف السيارة ممتاز جدا جدا جدا، سواء السيارة واقفة او ماشية. طبعا اذا حطيت على وضعية السبورت بدل الازرق يصير الخط هذا احمر، ووريت لكم باقي المنيئات، يعني مثلا هذا لما اضغط على السبورت شوفوا يصير احمر. تمام، اتمنى التغطية نالت على اعجابكم، درجة الحرارة 48، وان شاء الله التعب هذا ما راح على الفاضي واني قدرت افيدكم. في الاول والاخير كل سيارة لها عيوبها، السيارة هذه من خلال تجربتي لها لقيت فيها اقل عيوب تكاد تذكر. تمام، يعني مثلا من الاشياء البسيطة اللي تمنيت بدل التسخين
يكون في تبريد. طبعا سيارة جديدة صعب ان انا احكم عليها او اطلع عيوبها، لكن باذن الله مع الوكيل الجديد تمام ان شاء الله انه يقدم لنا خدمات كويسة لكل شخص حاب يمتلك هذه السيارة، لانه والله صراحة في السناب كثيرين يا ابو نهال بيجوا 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 بيجوا، يعني ما ادري ايش القصة بالضبط، لكن كل شخص جرب هذه السيارة والله وجهة نظره تغيرت 180 درجة. فعشان كده اقول لكم خذوا تيست درايف، جربوا السيارة واحكموا بنفسكم وشوفوا كلام ابو نهال صح ولا لا. لكن مستقبلا ايش بيصير للسيارة لا والله انا لا اعلم الغيب ولا ادري. واللي يسأل دائما طيب هل توفر القطع غيار واسعار القطع غيار، لا اعلم يا عزيزي، لان انا لست مستهلك وانما استعرض لكم السيارة. قطع غيار الاشياء هذه قسم خاص غير القسم اللي انا اخذ منه السيارة. طبعا انا قدرت اصور هالتجربة بفضل من الله ولأخوي احمد الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك. صراحة مع هالشمس شوف درجة الحرارة كم 47، بس والله جاني قال لي ابو نهال ابد انا بساعد كلم في التصوير، فما قصرت بيض الله وجهك يعطيك العافية. حبيبي الله يسعدك. فأقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله.